قلت لي بقى مين حضراتكم؟ الأستاذ برهام الجزاوي المنتج السينمائي المعروف، سلامة الجبالي المؤلف والمخرج الصاعد. بس أنا أول مرة أسمع المنشئ اسمه برهام أو مخرج اسمه سلامة. لا، ما الأستاذ برهام كان عنده مصنع لمض ألاوز وقفل واتجه للإنتاج، وأنا كنت بدرس سينما في ساحل العاج وحب ينتج لي أول أفلام. طب وأنتم شفتوني فين بقى؟ الأستاذ سلامة شافي في فيلم المريضة ثلاثة وقال هي دي بطلة الفيلم بتاعي. وإيه بقى اسم الفيلم الجديد إن شاء الله؟ المعجنة إن شاء الله. بس المعجنة ده شكله يعني هيبقى كده مليان بوس وأحضان. يعني هو المليطة كان مليان ابتهالات؟ فيها معلم. على رأيك، على الأقل تمثل في فيلم زي ده تبين جمالها وجسمها. وريهم يا بيه. خلاص خلاص، متشكرين قوي، مش عايزين نشوف حاجة. خلاص يا معلم حنفي، خلاص يا عبير، اقعدي ربنا يهديك. ايه يا جماعة، انتوا هتشيلوا سمك في مية؟ مش تعينوا البضاعة قبل ما تشيلوا؟ ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ كلمة فارغ اللي بيقوله. أعوذ بالله. راجل واطي قوي، لو متضايق إن احنا هنسمي الفيلم المعجنة. ايه؟ ايه رأيكم؟ كويس. كويس قوي يا معلم حنفي. هو إيه اللي كويس؟ ومالك بتقولها من تحت الدرس ليه؟ يمكن مش عاجباهم يابا. مش عاجباه ازاي؟ بقى حد ما يعجبوش الجسم الحنين ده والجسم اللي زي الرقه ده ازاي يعني؟ قول لهم يابا. قول لهم ايه؟ مش شايفين الجسم الجميل والوسط اللي كله حنيه؟ شايف؟ خلاص يا معلم حنف، ابوس ايدك. خلاص يا عبير، ربنا يهديكي. خلاص كفايه. ايه اللي هي يا ولاد؟ ادخلوا جوه يلا. بس انا ملاحظ يا حاجه ان عبير اكبر بكتير من اخواتها الصغيرين. دول اسم الله عليك ولجنة وحنفي، انما عبير اسم الله عليها بنت حنفي من مراته الاولانيه. كانت رقصة محترمة من الجيل اللي ما يتعوضش. عبير ممكن اشوف بطاقتك؟ بطاقتي هي دي؟ وانت موقفني في لجنة يعني ولا في لجنة؟ لا يا عبير، البطاقة دي يعني عشان يعني نعمل الاجراءات والعقود والحاجات دي، ولا يا معلم حنفي؟ ماشي، هتلم البطاقة يا عبير. هتدفعوا كام بقى؟ لا احنا مش هنختلف يا معلم حنفي. اتفضل يا بيه. متشكر. ايه ده؟ وانت سنك 20 سنة بس؟ ايوه. انت شكلك يبان اكبر من كده. على كده دي بنتك لسه اصغر. لا يا باشا، دي اكبر من كده. اصل انا لا مؤاخذة يعني اول ما اتولدت ما كتبتهاش في مكتب الصحة على طول. ما قلتليش يا حسام، ناوي تعمل ايه بنصيبك من ثروة ابن عمك؟ اعمل ايه؟ يا ابني ده انا هعمل اللي محدش عمله. مالك يا حسام؟ انت شربت كتير النهارده ولا ايه؟ لا شرب ولا حاجة، بس يا ابني شرب ايه؟ ده هو بس مبسوط حبتين يعني. ثانية واحدة. لا الأستاذ رفعت، ثانية واحدة. أيوة متر. طبعا عرفت. لا ده كده تمام قوي، الحمد لله الحمد لله. اوكي مع السلامه. الاستاذ رفعت بيبشرني ان النقابه وقفتني سنه عن العمل. الله العظيم. انت ايه اللي مخليك مبسوط قوي كده يا حسام؟ طبعا لازم اتبسط، اصل انا توقعت ان هم هيشطبوني من النقابه اساسا، بس طلعوا ناس طيبين قوي. برضه ما قلتلناش ناوي تعمل ايه بنصيبك من ثروه برهام؟ شوف يا سيدي، انا هاخد حته الارض اللي في الهرم وهبني عليها اكبر مركز تجميل، وان شاء الله كده لحد ما السنه تعدي اكون وضبت كل حاجه وابتدي شغل من جديد بقى. شايف الهانم اللي لسه في شهور عده بتعمل ايه؟ وبعدين يا حسين انت مش طلقتها؟
يبقى خلاص مالكش دعوة بيها بقى. ايه؟ ماليش دعوة بيها؟ ليه؟ أقول لك عليها بريالة؟ وحياة أمك الله ربيك. بقول لك ايه يا ماجي؟ واحنا لو حبينا ناخد فيلا اوسع واشيك واجمل من اللي كنا فيها، تحبي ناخدها فين؟ بجد يا بابي؟ حضرتك هتاخد فيلا تاني؟ بابا الكلام ده بجد؟ انا مش بتكلم معاكم، مش انتوا كنتوا مقاطعيني؟ بجد يا بابي هناخد فيلا تاني؟ طبعا يا حبيبتي، عشان تعرفوا لما بابي يوعد ما يخلفش وعده ابدا. احنا اسفين يا كامل، بجد سوري. اسفين يا كامل؟ بجد سوري؟ مع انكم كنتم مش واثقين فيا ابدا، لكن يلا المسامح كريم. طب قول لي دلوقتي هتجيب الفلوس منين؟ المحكمه تحفظت على ثروه برهام، وفي اول جلسه هتحكم بالحجر عليه، يعني فلوسه كلها هتبقى تحت ايدي انا. يلا يا دودي. يلا يا شادي. ايه على فين يا ولاد؟ هنكلم كل اصحابنا ونحكي لهم على كل حاجه حضرتك لسه قايلها دلوقتي حالا. يلا يا شادي. انت ليه بتقول ان ثروة برهام هتبقى تحت ايدك؟ انت ناسي اخواتك ولا ايه؟ لا طبعا، هي المحكمة هتحكم لنا احنا الثلاثة، بس لازم واحد فينا بس يبقى هو القيم على ثروة برهام. وطبعا زهيرة ما تنفعش، وحسام انا اللي مربيه. يبقى اذا لما المحكمة تحكم انا اللي هبقى الوصي، يعني ساعتها بقى هيبقى ايدي على التركة كلها، والمين اللي ياخد وليه وازاي. أول جلسة بعد شهر، يلا جهزي نفسك. أجهز نفسي لإيه يا رفعت؟ عشان تستلمي ثروة برهام. أنا؟ أيوه أنت، أمال مين يعني؟ ده كلام برضو. أنا أستلم ثروة برهام وكامل وحسام موجودين؟ كامل وحسام عندهم مشاكل كتير، إنما أنت ما عندكيش أي حاجة. ما عنديش حاجة إزاي بس يا رفعت؟ كلنا في الهم سوا. ولا أنت ناسي قضية الضرايب؟ لا، قضية الضرايب دي تنسيها، ان شاء الله هنكسبها من اول جلسه ونسدد الفلوس للمصلحه، انما كامل وحسام عندهم دوامه مشاكل. مش فاهمه يا رفعت. حط ايدك في ايدي وانا خليكي قيم على كل ثروه برهام. طب والمقابل؟ نتجوز. نتجوز كده مره واحده؟ مش لما ندرس بعض الاول؟ ما انا خلاص درست وفحصت وكله تمام. ايوه يا رفعت، بس انا مهري غالي، هتقدر عليه؟ هو في مهر اكتر من ثروة برهام كلها؟ قلت ايه؟ اتفقنا.